أعرف من حضرتك يعني ذكرياتك برضو مع الكرة السودانية بشكل عام وبالأخص مع المريخ، تفتكر كواليسها كانت عاملة إزاي؟ يعني إيه الصعوبات حتى، يعني كانت حتى أفريقيا زمان مش زي دلوقتي، كانت سبل الراحة مش متوفرة زي ما النهاردة متوفرة الفرد فرد في البعثة مثلا، وإحنا نتكلم على ماتش المريخ. فإيه هي ذكريات حضرتك أهم الصعوبات التحديات قبل ما كنت بتقابل أي فريق سوداني؟ والله كابتن ماهر كان 83، احنا رحنا 68 او 69 مع كابتن عبد الصالح الوحش، وكنا مسافرين اخر يوم في رمضان وهنلعب اول يوم العيد، فلدرجه ان احنا فطرنا في الطياره. والله فطبعا الفطار الاكل عندهم كان دسم شويه، وطبعا ما كانش فيه الفنادق اللي موجوده دلوقتي، الفندق كان يبقى متواضع جدا. اكيد الاخوه في السودان عندهم عادات في الفطار مش زي عندنا، احنا فطار مثلا جبنه والحاجات دي، لا هناك الفطار مثلا كبده فاصوليا بيضاء حاجات كده سمك. الله. فحصل الفرقه كلها اكلت اكل دسم، فكلنا حصل مشاكل، فالكابتن عبده عشان يعني ده يوم المباراه حافظ قبل المباراه ولا يعني ليله المباراه ولا ليله المباراه بعد الفطار يعني. فلعبنا ثلاث ماتشات، لعبنا المريخ والهلال ووادي ميدني، في سافرنا حتى حوالي 7 ساعات. كان طبعا الامكانيات دلوقتي السودان حاجه مختلفه. طب فالكابتن عبدو عمل لنا مكافاه 5 جنيه استرليني، كان حاجه ضخمه جدا لو الماتش ده انتوا كسبتوه. فعملنا ماتش زي ما بيقول الكابتن ماهر، ما فيش طبعا كرسي فاضي. هناك بيخشوا بنظام الاستاد، يعني تلاقي الطابور مثلا ممكن يبقى 2 كيلو 3 كيلو. الجمهور من مجرد الحكم بيصفر تشجيع من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. فعملنا الحقيقه جيمين كانوا جامدين جدا، كان عندهم تجارين وكان عندهم لعيبه مشهوره جدا كبيره طبعا الكره السودانيه.